انزل لي يا فرش منك ليه تحت. ايه ده؟ لا مش نازلين، اطلعوا انتوا. انزلوا بدل ما اتصرف معاكوا تصرف ما عجبكوش. لا هيعجبنا ومش نازلين. انا مش فاهم ايه البجاحه اللي انتوا فيها دي؟ انتوا جايين تسرقوني قدام الناس دي كلها؟ وبعدين ثانيه واحده، ايه جوز النضرجيه اللي انتوا موقفينهم تحت دول؟ وفين جوز الستات الكبار اللي كانوا موجودين معاكم؟ في سوء تفاهم حضرتك، انا التليفون بتاعي فصل شحن ومش معايا غير شحن عربيه، فطلعت اشحن كده. وانت واقف معاه بتعمل ايه بقى؟ مسك له السلك؟ لا انا طالع عشان اسليه عشان ما ينامش وهو بيشحن. لا ده انا اوديكم في 60,000 داهية. ايه ده بس يا انكل؟ الناس دول معايا اكيد في سوء تفاهم. لا بقول لك ايه، مالكش دعوه انت خالص في الموضوع ده، اخلع نفسك. اخلع نفسي ده ايه؟ بقول لك الناس دول معايا. لا الكلام ده مش عليا انا، ده على العيال السيس بتوعك. الكلام ده على اي حد على فكره بقى كده. طب بقول لك ايه بقى يا ماجد؟ بس هي وصلت لماجد؟ لا لو الموضوع كده بقى يعني حضرتك شايفه غلط اعمله، مفيش اي مشاكل. مع السلامه. اتفضل. الف سلامه. مع السلامه. راح فين؟ راح فين يالا؟ بقول لكم ايه؟ امسكوهم قبل ما اطلب لهم البوليس. اوعى يا بت، اللي هيقرب مني هعشق الازازه دي في دماغه، وانا اللي هيقرب مني هديب البوكس اخليه يسيبونا لوكس. لوكس ايه يا نيلي؟ انت بتتخانقي في حوش المدرسه؟ اللي هيقرب مني هديب الشلوت واديها اسيوط. نيلي اسكتي يا نيلي، هينفخونا يا نيلي. انا خايفه قوي يا شريهان. انتوا لسه بتتفرجوا عليهم؟ بقول لكم اقبضوا عليهم. انا شريهان بنت عبد حليم الباكابورت. ها نجيب، وصلت للعيال اللي عملوا كده في هند صبري؟ الموضوع بقى قضية رأي عام، واحنا خايفين لا يكون الموضوع ده عمل إرهابي. ما تقلقش سعادتك يا فندم، أنا ملف القضية قدامي ودرسته دراسة وافية وتم. طيب، قول لي بقى وصلت لإيه؟ أنا سعادتك يا فندم مش عايز أزعج سيادتك، بعدين أنت عارف إن أنا مش بتاع كلام، أنا بنفذ على طول. في أسرع وقت يا نجيب الموضوع ده يخلص، الدنيا مقلوبة والإعلام مش هيسيبنا في حالنا. تمام يا فندم، في خلال 24 ساعة العيال دي هتكون قدامك في مكتب سعادتك يا فندم. تمام يا فندم، مع السلامة. أحمد الحقني، العيال دي عملت إيه؟ إيه اللي حصل؟ الدنيا مقلوبة ليه؟ البنتين اللي اعتدوا على الفنانة هند صبري بنتين ولاد عم، اسمهم نيلي وشريهان مكاوي. قبضت عليهم؟ هم مختفيين بس جاري البحث عنهم. طب وبعدين؟ هتعملوا إيه؟ توصلنا لخالة واحدة منهم، كانوا عايشين عندها هما الاتنين في الفترة الأخيرة. حلو جدا، أنا عايز خالتهم دي في أسرع وقت يا أحمد. تمام سعادتك. أبو حميد. أمر يا فندم. لو ما حدش خد أقوال الفنانة هند صبري، أنا ممكن أروح أخد أقوالها بنفسي. أصل المدام والولاد بيموتوا فيها، وإحنا يعني بنحبها. أنت ما شفتش أنا عايز أتجوز رمضان اللي فات؟ حلقات منفصلة متصلة كوميدية جميلة هايلة. حلوة جدا. طب يا أحمد اتفضل. خالتهم يا أحمد بسرعة. تمام سعادتك. أنا متضايق منك جدا على فكرة. ليه؟ أنا عملت إيه؟ عشان قليل الأدب. أنا قليل الأدب ليه؟ قال لك تشرب إيه؟ قلت له بيبس. أيوه في إيه المشكلة؟ ما أنت طلبت على فواكه، إيه المشكلة؟ مش تقول له لا متشكر شكرا، هو يعزم عليك زي ما عزم عليا، لما عزم عليا كتير قمت ضربته. عزم عليك أنت، قلت له عندك إيه؟ وبعد كده رحت طالب على فواكه. وقعدت تقول له عندنا شاليه المعمورة بتاع ستي وعليه مشاكل وقف والكلام ده، هو مال هو؟ أنا نفسي أعرف أنت متربي فين؟ أنت متربي في حمام يالا؟ أه متربي في حمام. امشي امشي خلص. هات المفتاح السوق. سوق ايه؟ اسوق العربية. ده من امتى ده ان شاء الله؟ النهاردة. ماشي. ايه ده؟ خد. انا كنت بهزر. ايه ده؟ علينا نعمل تعالى يا راجل. تعالى تعالى. اوعى ما تحضنيش. انسى بقى السواقة اللي انت شفتها قبل كده دي. وريني يا اخويا. ايه الاخبار؟ الحمد لله، بس انا حاسس بدوخه وصداع كده تقريبا، عندي شرقه او زكام، مناخيري مسيله. انا مالي ومال مناخيرك؟ انا جاي ازورك المستشفى.
بقول لك اخبار العيال ايه؟ اخبار مين حضرتك يعني؟ العيال اللي احنا بنراقبهم. اه هاني وسيف؟ لا كليله ودبنا. عجبتك قوي؟ الله عليك يا صاحب الباكه. طب خلاص هنقضي فيها طول النهار. عملوا ايه العيال؟ مفيش ساعاتك يعني، لسه خارجين من عند المدير وماشيين زي ما انت حضرتك شايف. طب يلا وراهم بقى على طول عشان تشوف اخبارهم ايه، وانا هخش اشوف قصه المدير ده. ماشي يلا يلا انجز. يلا حضرتك سيب لي العربيه يعني اعمل بيها. لا عربيه ايه؟ اشبط في اي مواصلات، احنا مش شايل المواصلات عليك. الله في الطبيعي يا باشا، ما عليا المواصلات كده مش طبيعي. يلا ضحي بقى انجز بقى، خلينا نخلص، عايز الحق الراجل اللي بيمشي. حاضر يا صاحبي السعاده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. مغزى حضرتك المدير؟ والله أنا بداية من المدير لحد الفراش مرورا بجميع الوظائف اللي موجودة هنا يا فندم. يعني مغزى مش فاهم يعني ازاي؟ ما انت عارف حضرتك ما فيش شغل ولا في بتاع، ولا حد بيجي ولا حد بيروح ولا حد بيعمل. الكمبيوتر يا أستاذ، الكمبيوتر والنت بوظوا علينا الدنيا. انت عارف حضرتك أنا تمن المواصلات من هنا وانا جاي هنا ومروح بيدلعني والله. حضرتك مين؟ أنا أبو الدهب. اهلا 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 يا ابو الدهب باشا، ازي حضرتك؟ الله يخليك. انت تعرفني؟ ها؟ لا بس باين على حضرتك باشا يعني. طب انا مش هطول عليك، انا شايفك فاضي وما وراكش حاجه، بس رح اسالك سؤال واحد لباظك. الولدين اللي كانوا عندك هنا قبل انا ما ادخل كانوا بيسالوا على ايه؟ وكان في ولدين هنا؟ هاني وسيف اللي كانوا عندك هنا قبل انا ما اجي دلوقتي. اه انت عارف من كتر الناس اللي بتيجي وبتخرج وبتعمل الواحد ما بقاش فاكر حاجه، وبعدين اصل انا خرجت من البيت وانا على لحم بطني، ولا شربت شاي ولا قهوه ولا حتى حاجه ساعد. معلش ملحوقه. الله يخليك. اتفضل جيب حاجه بقى عشان تعمل لي الريق كده. ان شاء الله هنجيب لك حاجه ساعه يا فندم. كانوا بيسالوا على ايه بقى؟ ها؟ والله هم كان ماشي بالطقم. طيب الله يخليك يا فندم. يا سيدي تشرب؟ شكرا. خلاص والله. لا يا فندم ازاي، ما تقولش كده، اتفضل. كمان اوف عرض. كانوا بيسألوا على ايه بقى؟ والله كانوا بيسألوا على عدد من الاعداد اللي كتبهم مكاوي بيه الله يرحمه. لا عدد ايه بقى؟ ها؟ عدد ايه؟ عدد من كتر الشغل الواحد ما بيفتكرش ايه الاعداد وايه البتاع. والله استنى بس هجيب لك، اصل انا خرجت من غير اكل الصبح، وبعدين البتاعة دي مليت لي بطني، هقول لك ايه؟ ما انت عارف الدنيا ملحوقة ملحوقة. اتفضل. الله يخليك يا فندم. ها شوف بقى يا سيدي. ايوه العيال دي كان بتسأل على عدد من الأعداد اللي كتبهم الله يرحمه مكاوي بيه. اه العدد 1000. اه بس أصل العدد ده ما فيش منه غير نسختين، نسخة كانت مع مكاوي بيه الله يرحمه، والنسخة التانية كانت عندنا هنا. اه واديت لهم العدد ده؟ لا ما هو مبقاش عندنا. امال فين العدد ده؟ حميت الطعميه، حميت واحد نفسه يحبس بسجاره بس منين يوم. معلش ملحوقه. اتفضل. فين ام العدد بقى؟ العدد بكره هيتباع في صاله كريستال بتاعت المزادات اللي في مصر الجديده. طيب سيدي متشكرين قوي. لا بس قول لي منين؟ حضرتك عايز العدد ده ليه؟ ابدا كان الموضوع كده، والله الواحد الذاكره عنده بقت تتوه، وبقيت باخد ادويه علشان ترجع لي الذاكره، ومفيش فايده. ناقص في السوق. ايه ناقص في السوق؟ طب نوفرهولك. حاضر يا سيدي. ايوه بس نجيب الدواء المصري، انا عايز اجيب المستورد الحقيقه علشان تاثيره بسرعه. اه المفعول. يا سلام اقرع ونوزه. اتفضل يا اخويا. تسال ليه؟ ابدا هو اصله موضوع عائلي كده يعني، بس يعني محلول ان شاء الله. متشكرين قوي. السلام عليكم. عفو. يا ساتر يا ساتر على الناس الجشع، الجشع هيموتهم. كل حاجه ماشيه في البلد دي بالرشوه. لو ابو الدهب باشا، باشا ايه ده؟ انت صفيح البعيد. اي يعني مش عايزه تتكلمي.
لو ما اتكلمتيش هنفضل نضرب فيها لحد الصبح. وهتتكلمي. ما بتتكلمش يا باشا من سنة 82 وهي فاقدة الصوت، مفيش صوت خالص، هتتكلم امتى اكون انا موت؟ طب انت ليه مش عايزة تتكلمي وتقولي هما فين؟ والله العظيم يا سعادة الباشا انا كل اللي اعرفه قلت لحضرتك، مش مخبية عليك حاجة، انا معرفش هما فين، ما انا لو هعرف هقول، هو انا يعني كيف اتضرب؟ بصي بصراحة كده حدوتة ميكي والكنز والكلام الفارغ ده مش واكل معايا. والمصحف الشريف يا باشا هو ده اللي نعرفه، ده كل حاجة عندي، كل كلام عندي. شوف بقى حضرتك عايز ايه وانا اعمله لك. تمام. بصي ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش، انت هتكلميهم في التليفون ده، تعرفي منهم هم فين وتقولي لي، وانا وعدك محدش هيمد ايده عليكي خالص 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 خالص. طب ما تقول كده يا باشا من الصبح. هات يلا اتكلمي. الو بنت يا شريان، انت فين يا بنت الكلب؟ خلصي قولي انت فين يا بنت. انا ممسوكه في القسم ومفيش حد ما ضربش فيا، تارد ضرب الله يخرب بيوتكو هيموتوني. الحقيني يا شريان. خبيه. الو مساء الخير، معاك المقدم نجيب الريحاني. اسمع اللي انتوا بتعملوه ده مفيش منه اي فايده، وانا كده كده هقبض عليك. روقوها. طب يا سعاده الباشا هو كله ضرب ضرب، امال فرج فيه؟ انت عايزه فرج؟ اه. طب مفيش فرج. يلا خدوها. والنبي يا سعاده الباشا ابوس ايدك. خدوها. ابوس ايدك يا سعاده الباشا، انا مظلومه، انا ما ارتكبتش اي جرائم يا سعاده الباشا، انا ست بريئه.